مرحبا بكم مشاهدينا في يوم جديد من يوميات ماستر شيف سيليبريتي. المشاهدين كانوا على موعد مع اختبار معلومات عامة. مشاهدينا مرحبا بكم يومية جديدة من يوميات ماستر شيف سيليبريتي، دائما في النسخة ديالو الرابعة. أسئلة جداد مع النجوم ديالنا، نبغيكم ترحبوا معايا فاتي جمالي، صفقوا على عفاك، نورا السقلي، وكذلك كليلة. إذا نستعد للمسابقة؟ يلا. السؤال الأول كيقول الحصان شحال يمكن ليه يعيش بلا ما ياكل؟ ثلاثة الاختيارات، 7 أيام، 10 أيام، أو 25 يوم. توب كون. 7 أيام. الجواب خطأ. توب كونو. نورا. 25 يوما. الجواب صحيح. أشنا هو الصوت أو ماذا يسمى الصوت الفرس إذا رأى صاحبه؟ واش حمحمة أو لملمة أو نمنمة؟ تبخون كليلة. حمحمة. جواب صحيح. بينا شي حاجة اللحم ديالها من الخارج والشعر ديالها من الداخل، أشنا هي؟ واش البيض، نيف، أو السمك؟ طب خونو. النيف. جواب صحيح. التعابين لا تقترب من الأماكن التي فيها رائحة، واش الغاز، البترول، أو المسك؟ طب خونو. فاتي. المسك. الجواب خطأ. طب خونو. شنو بقى؟ بقيت أنا. بقى البترول واشنو اخر؟ بقى البترول اولا الغاز. هما في الحقيقه غادي يقدروا يكونوا بجوج لانهم كيخافوا حتى من القطران. انا دونك خطينا وحيده. الغاز. الغاز. والجواب خطا. للاسف خطا. البترول ما عندوش مع الفلوس. ندوزو الجو الموسيقى. وانا نقول لك البترول. ها هو بقى اختيار واحد طبيعه الحال غادي يكون البترول. عندي لك سعدي هذا. ندوزو لجو الموسيقى وان غادي نعطيكم واحد المقطع غنائي توب ميوزيك. حساب اليوم بدا الحساب في النوم. نورا. بغيت نقول لك باللي الله اعلم. الجواب ديالك نورا. ما عرفاتش. ما عرفتش العيلة. فنان شاب. فنان شاب. إيوا فنان شاب. موسيقى شبابية. والله ما عرفتو. واعرة هادي واعرة. ما عرفتش. نعطيه. جو باس. أوكي. باس. نسمعوا موسيقى. حساب اليوم بدا الحساب، كنا وما بقيناش حباب، قلبي من حبك تاب انتياب. جواب. زوينه لا شونسون بزاف، مالوغوزمون ما عرفناش شكون. انا نورمالمون جو ريكوني فاسيلمون لي فوا، مي سي تري بيل فوا ما عرفتش الصوت. بغيت نقول لك مره ثانيه يلاه اعلم شكون. باغي نعرف انا شكون هذا. شكون هذا الصوت الرائع؟ صوت شاب خريج ستوديو دوزام صلاح الدين محسن. تحيه لصلاح الدين محسن. تبارك الله عليه، والله سي تري بيل شونسون. تحيه لصلاح الدين محسن. وبهذا انتهت الحلقه ديالنا بالنتيجه. جوج نقاط الكليله صفقوا عليها بزاف عفاكم، نقطه نورا سقلي وصفر نقطه الفاتي جمالي. معليش المهم المشاركه. تبارك الله عليكم سيادنا، ونتمنى لكم تكونوا استمتعتوا كثير بهذه الحلقه، ونضربوا لكم ان شاء الله موعد الحلقه الجايه. دمتم في رعايه الله. فاتي جمالي حصلت معنا هاد المره باش تواجه المفاجاه اللي مخبينها لها تحت الصندوق، فشنو غادي تكتشفوا معاها؟ ما كورن. هادو لي دو تيتر. انا عندي ثلاثه مي نتوما جبتو جوج، ما عرفتش منين جبتوهم. ميس عرب 2014، اوف وورلد نيكست توب موديل 2013، ميس افريكا. اشنو كيمثلوا ليا؟ اش كيمثل ليا هاد الشيء؟ كيمثل ليا شي حاجه كبيره بزاف. اول حاجه قبل
قبل ما نحصل على هذه الألقاب دست بفترة صعيبة وفترة اللي كتسمع كان وقع لي إشاك في حياتي وكان سمع الهضرة ديال الناس اللي كتأذي وهذا شيء وما استسلمتش كنقول لا واخا أنا في هذه الأوقات الصعبة غدا غادي يكون حسن ومن بعد شاركت في هذه المسابقات وغراس لهذه المسابقات فاش بدا المشوار الفني ديالي وكانت لي حاجه كبيره بزاف اللي كنعتز بها وكانت حتى الفتره ديال المسابقه ما كانتش سهله حيت كانت منافسه وكان فريمون جهد مجهود كبير ومنافسه ووقت اللي زوين وما غاديش ننساه اكيفالا وكنقول للناس عمر ما تنزلوا يديكم إلا وقع لكم أي حاجة خيبة في حياتكم قولوا لا غدا حسن وغدا ديما غادي يكون حسن. فقط شهوة اليوم غادي نقترح عليكم وصفة تخت بحبل نوك. كناخذوا 300 غرام من العجين المورق، نقطعوه بشكل دائري وندخلهم للفرن يطيبوا نص طيبة في مقلاة أو في نار متوسطة. كنديرو 5 ديال صفار البيض، 20 سنتيلتر ديال ماء زهر، وكنزيدو 90 غرام من السكر سنيدة ونخلطو جيدا. في قالب كنديرو العجين ديالنا ونضيفو عليه حبل ملوك مقطع ونزيدو الخليط اللي وجدنا. ندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق وكنقدمهم لكم بصحة وراحة. أقسم سلات، نتلقاو غدا في يومية جديدة.